دايم لابر فرم بفر حركاته والوان هلو 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 قولي بنلوز معلم. هلا وحبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. رجعنا لكم اليوم مقطع جديد يا اسطير. اليوم عندنا نزلت حاضره جديده يا شباب، صرنا زمان ما انا شايفين حاضرات هيك حلوات وبنلوز وفي سينماتيك كمان. سو حبايبي الكرام، بنبلش باي شيء يا اسطير. لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسوا باللايكاتكم وشيراتكم. اذا مش مثل كل مره معنا، اذا مش مشترك انزل تحت فعل زر الجرس واشترك حبيبي والله، هات بوسه. ولا تنسوا شباب تابعونا على الفيسبوك، شباب بنعمل لايفات بشكل يومي هناك، تعالوا شرفنا. اوكي شباب، بدنا نطلع لكم اكثر من هيك معلم. عندنا هون شاب حاضن جديد معلم، اسمه حاضنة النار. اوكي، مثل ما انتم شايفين عن طب سوري، هالحاضن شاب بتصير للشاب وبنت اكيد. اوكي، فهمت اكيد شاب، هاي اكيد مش طول بالكم، طول طول بالكم يا برا، طول بالكم. انا بعرف اوكي، طول بالكم، طول بالكم، طول طول. بعمل ايه؟ نجي لهون. وين رحت انا؟ نجي لهون، نجي على لك. هات نشوف. بلوس بلوس بلوس. اوكي اوكي، هذا هو، هذا هو، حلو نايس. بس ثواني يا جماعه، كانوا تسريحه معلم، تسريحه البنت هي نفس تسريحه الشاب ولا شلون؟ والله ما فهمت يا شباب. ها، الله عليك، الله عليك، اخضر ازرق، حلو. انا شباب اتعود على هذا اللون حبيبي. اوكي حبيبي كم، مثل ما انتم شايفين عندي 137 بطاقه معلم و116 الف جوهر. يعني اليوم يا شباب، لا بس اقول لك اهم مشكله، اهم امر كل شباب ركزوا معي. ومعناته في 38 حبه هذول على حبات شباب. اوكي، عن اوه طب خلينا نشوف كم زمن بيتاخر عشان نجيب ججه الحاضر معلم. 6 9 اقنعه شباب، يلزمني 9 اقنعه يا اساطير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الدنيا صباح، ليتس جو. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك. اول معلم، اول قناع باللوس، اول قناع يا شباب باللوس. روح. اوكي حجر، بدنا قناع، انا بدي قناع معلم. بالفاير اعطوني قناع، حاضر قناع لو سمحتوا. اوكي اوكي، بلش الحظ يتنحس معلم، بلش الحظ يتنحس من اول معلم. اوكي احلى قناع باللوس، وهي قناع شباب حلو، هيك بكون جبنا القناع يا ساتر. اوكي خلينا ناكل شوي شوي، يلا ان شاء الله يطلع لنا القناع. قناع شباب، بدنا قناع معلم. حلو 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 حلو، وقراء وحجر كمان بلوس. اوكي شباب، هي صار عندنا 3 اقنعة شباب، باقي لنا 6 اقنعة شباب، ونجيب السكنات كلياتهم حبايبنا بلوس. اوكي يا الله، يلا هي هي هي، انا حاسس انها قناعة، هي قناعة مو هيك؟ اعطاني اقنعة زرق معلم. اوكي روح يلا. السلام عليك، السلام. اوكي شباب، عاد بيترى شباب راح نحرق، راح والله بعد 900 جاب بقي كم بقي. اوكي يلا بلو، يلا بلو، 80 بطاقه شباب، 80 بطاقه شباب، 80 بطاقه. بوم قناع، هاي قناع، انا حاسس انه هيك راح تلاقي قناع، قصدي حجر، قصدي حجر معلم، قصدي حجر يا ساتير. اوكي هذا نشوف، يلا بلو قناع. يا سلام عليك، يا سلام عليك. اوكي هي ان شاء الله قناع كمان، ما في قناع ولو حجر. اوكي 56 بطاقه، 56 بطاقه شباب، باقي لنا كم واحد؟ كم قناعين؟ 3 قناعات، لا قصدي 4 قناعات. اوكي معلم قناع، ما في، ليش شو راح اصير معلم؟ تفتح قناع بتعمل هيك بتطلع، لا قصدي بتعمل هيك بتطلع معلم، زفت زفت. اوكي يلا يا زلمه قناع بليز، قناع يلا معلم. ايوه هذا هو، مو هو، هي هي القناع باللوس، باللوس شباب. اوكي هيك شباب امنا حبايبنا هذول اثنين. اوكي عندنا 6 اقنعة الان، باقينا 3 اقنعة شباب عشان نجيبها. صراحة شباب هذا معلم، او هذا الاخضر يعني ما فيه افكت، هذا الازرق معلم بلش الافكت، وهذا الاحمر. صراحة شباب انس اوه هذا معلم، هذا فيه الافكت من ورا يعني بلوس. يعني هذا اللي ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، فهمت علي كيف؟ صراحه شباب انا هذا عجبني، هذا انا هذا الاحمر شباب عجبني كثير كثير، هذا حلو، هذا الرقم هذا الاحمر. اوكي شباب نكمل، يلا شاي يطلع لنا قناع، ما في قناع ولو، يلا قناع ولو. اوكي اوكي بلاش نحرق بالجوهر هلا معلم، هات نشوف. ايوه تمام،
اوكي شباب الان معلم اوكي نعمل هيك نعمل هيك دونت هذا ايقنا آه خلاص خلاص معلم بلش راحوا كم بعرف كم عندي بطاقه معلم راحوا معلم اوكي اوكي معلم يلا القناع باقي لي قناعين شباب قناعين بليز قناعين يا زلمه يا الله قناعين يا اخي شو هالحظ الزفر يا اخي ما بدي احجار بدي قناع هي يعني عليك هذا الشغل الحلو حلو هذا الشغل حتى شو سوي متاكد معلم سته هون سته اوكي ايه تسعه هذا باقي لي قناع واحد قناع واحد شباب وهذا هو القناع انا حاسس انه هذا هو لا مو هو انا اكيد هذا هو يا زلمه اوكي يلا نكمل يا زلمي يا زلمي يلا ولو يلا يا صديقي يلا معلم ايوه خلاص معلم القناع هذا معلم راح يرفع لي بلا خلاص ما عاد يطلع لي يا جماعه انا بدي بس شوف طالع يطلع لي احجار يا اخي ما بدي احجار انا بدي القناع القناع ايوه يعني عليك قناع وحجر حلو حلو شباب كان معنا 120 بطاقه تمام ولا 115 ولا ما اعرف كم وكان معنا 116000 جوهر يعني تصرفنا شباب 6000 جوهره ومع هذا بس ولكن اقنع شاب حظ زبد باقنع يا اخي ما بدي اقنع انا كله ما بدي اقنع عندي حجر ليوم الحجر اوكي شباب بلا ثوره قبل الثوره خلينا ندخل شباب نجربهم هذول كلياتهم ليتس جو بوي هات نشوف اوكي اوكي شباب مثل كل مره شباب نفرجي لكم اياهم هيك على السريع اوكي اوكي حبيبي هذا بالنسبه للاول سكين صراحه انه اللون الاخضر حلو كان والله يعني شكله يعني مش بشي شباب انا صراحه بقيم هالحاضنه 6 على 10 يعني مو طب طبيه صراحه بس ولكن يعني مو يعني جيده فهمت علي كيف يعني مو هالحاضنات مثل ايام زمان بس ولكن هي يعني ما اشبه شيء كمان حبايبي عندنا هذا الجاكيت يعني والله يا اخي تحسوا باتمان هذول يا زلمه حاضن باتمان يا اخي مو باتمان هذاك الثاني شو اسمه ذاك روبن ولا ما اعرف شو كان اسمه صاحبه معلم نسيت اسمه اوكي حبيبي هي بالنسبه لا والله شاب بالنسبة للسكين البنت يعني اتس اوكي يعني انا شايف السكين البنت شاب طالع يعني السكين يعني هو سكين يعني تاعت الحاضنة طالع على البنت يعني صراحة احسن احلى بكثير من الشاب فهمتوا علي كيف؟ كول مان كول 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 اوكي والان شباب رح نشوف الليفل اللي بعده معلم بس بلش يطلع الافكتات وما اعرف شو والامور بلشت تضرب معلم هات لنشوف مع شباب هذا هو السكين لا طب هذا الشاب اعطاني الشاب هذا كيف هي؟ هذا ايه سيرة نسيت يا زفكت لانه شكله شاب طلع الشاب طلع لي حلو هذا سكن البنت حبايبي خلينا نروح نحول على الشاب اوكي معلم وهذا والله الشاب الصراحه يعني توبه لازم ندخل نجربه شباب صراحه حبايبي يعني اللون الازرق يعني عن جد صار غير شكل غير 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 شكل معلم شوفوا الاقنعه معلم شوفوا الاقنعه ايه تمانو يا اخي هذا سياحه هذا هاي تبيت روبن معلم عادت روبن مو اسمه روبن كان ولا شو كان اسمه هذاك يا اخي نسيت بصراحة الشباب هذا الليفل يعني ماشي بشي هذا اللي سرقه كمان كثير كثير حلو ماشي بشي الافكت معلم مثل ما انتم شايفين اكيد هالحاضنة شباب هالحاضنة اكيد بتقدر تخفي الشيء اللي من خلفك يعني الحقيبة رح ندخل نشوف هلا شباب مع السكين اللي بعده ونتاكد من هذا الامر اوكي تعال هون نجي لهون ندخل لهون اوكي ونجيب السكيل معلم الصراحة اللي عاجبني انا اكثر شيء هذا اللي عاجبني كثير الصراحة خلينا نعمل هيك شباب نعمل له اوكي اوبن اكيب ونجي لهون لنشوف شباب هل يا ترى هذا السكنات يعني والله لون احمر شباب نايس 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 بدنا نشغل بالاشياء الحلوه معلم اوكي مثل ما توقعت شباب بنقدر نخفي الحقيبه حلو 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 خلينا ندخل نشوف هذا كمان اولي يا سلام عليك اشي باللوز اللوز لوز اللوز معلم حلو 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 تو شباب الله هون في الدنيا شوي هون بهالمنطقة يعني بدل الغرفة معلم عدت شوي نطلع للخارج نشوف اللون الالوان تاعه صراحة شباب اللون الاحمر يا اخي شي نار الاحمر شباب نار بس ولكن شباب هذول بلش الافكت شوف 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 يا معلم الافكت مشي يعني على الحذاء تبعه مو الحذاء شوي يا زلمة الايد تبعه شوف النار معلم يا سليم عليك اوكي شباب نروح نجرب اخر واحد ليتس جو قولي تعال هون كونجراتيليكيشن وهذا هو قولي هذا معلم هذا النار يا اخي هذا فينيكس هذا معلم هذا عرفتوا هذا الفينيكس شباب هذا تبع نفس المرافق شباب ايش باله شوف هذا هو شفنا بالسينماتيك اصبروا شوي افرجيكم تعالوا ايش تعالوا هذا النسر معلم وين النسر وين النسر النسر الحلو هذا هو معلم اها هلا هيك زمان زبط السكين زبط هلا هيك صار باللوز معلم هيك صار باللوز شوف حتى القناع معلم شكله يعني صار اكثر يعني المكياج دايم برو يلا ندخل نجرب هذا اوكي تعالوا معلم شوي هيك نشوفوا شكل كيف الوضع باللعبه خليني اجي ناخذ يو ام بي معلم
هيك على السريع شباب نبربر شوي. اوه شوف النار، شوف النار معلم من تحت. سلام بصراحة غيرت رأيي شباب، هذا باللوز حلو حلو. نشوف هون معلم. هولي نايس 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 نايس. كل شو هذا طلع فوق من فوقي؟ شو هذا طلع من فوقي شباب؟ يا زلمة شفت شي طلع من فوقي معلم؟ شو كانت هي من فوقي؟ تكون التلج كانت ولا ما فهمت يا اخي؟ شو شو تقرا معقول معقول يعطي افكت هذا معلم هذا السكين ولا شو؟ شو بالك؟ معقول يعطي افكت لما تمشي معلم ولا ما التلج اكيد يا اخي. شو شوي والله معلم ما فهمت شيء. اوكي لا بعدت معلم اكيد كانت التلج. حلو اوكي حبايب الكرام، هي بقول شباب عرقنا الحاضر اليوم يا اساطير وجربنا كل السكنات صراحه شباب من الاخر يعني. هو الحاضر شباب بشكل جميع يعني اعطيت تقييمي شباب 6 على 10 6 6 ونص على 10 ماشي حاله باللوز. اوكي عندنا هون شباب ما فرجيت ما فيش ماشي مع بعض صح، انا ما شفت معلم كل جزء من السكين. عندنا هون الشعر لحال، عندنا هون القناع والجاكيت جاكيت يا هذا جاكيت ونار شباب صراحه جاكيت ونار معلم. البنطال مش البنطال شباب مش البنطال كيف صاير البنطال؟ لا والله البنطال جاي مو كبير كمان الصراحه ماشي الحال باللوس. الحذاء الاحذيه كمان شباب مش كثير كبار يعني الصراحه حلو. الحذاء والبنطال معلم ماشي حاله لانه مو معلم مصممين معلم واخيرا فهموا انه ما لازم يحطوا الاحذيه معلم قد راس اللاعب. اوكي سو ليديز اند جنتلمان اعزائنا الكرام هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير، ان شاء الله عليكم مقطع شباب 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 اوكي شباب. انا صراحه فقت من النوم شباب وما شربت قهوتي لحد الان. يلا شباب مشاهده ممتعه وانتم كمان معلم صحة فطوركم و نشوفكم مسويات. باي باي.